وللمزيد حول انتهاكات الاحتلال الصهيوني في فلسطين وتهديدات رئيس الوزراء الجديد للاحتلال الصهيوني نفتالي بنت بحرب جديدة على غزة، ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الصحفي الفلسطيني عبد الله الحمارنة. أهلا بك عبد الله. بداية، اعتدت قوات الاحتلال أمس الصهيوني على فلسطينيين رافضين عملية الاستيطان وأصابت نحو 300 منهم، إلى ما ترجع عودة القمع الصهيوني للفلسطينيين بعد انتصارات معركة سيف القدس؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم. هذا أمر مهم جدا. نرجع هذه الاعتداءات إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول دائما وابدا أن يثبت أنه لا زال موجودا عبر تكثيف هذه الاعتداءات، وأنه يريد أن يثبت أنه لم يتأثر بعد انتصار الذي حدث في الجولة الأخيرة معه، كما أنه يحاول أن يفرض سيطرته على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية لتضييق المساحات السياسية على أي حلول سياسية ويفرض أمر واقع على الأرض. نعم. طيب، الآن الحديث عن الاستيطان ربما يدفعنا يعني عبد الله هذا للحديث عن الحكومة الجديدة، أي حكومة الاحتلال الصهيوني، والتي تعد أكثر تشددا من الحكومة الائتلافية التي يتزعمها الليكود برئاسة نتنياهو كما تعلم. السؤال هنا، إلى أي مدى ترى أن تجاذبات السياسة في مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة حاضرة في هذا الملف؟ حقيقة التجاذبات حاضرة وبقوة، يعني أكثر من حكومة نتنياهو نظرا للتشكيلة الركيكة التي ضمت هذه الحكومة. الحكومة هذه مؤلفة من وسط يسار، من نفتالي بنت متشدد، أحزاب عربية وإسلامية لا تستطيع أن تأخذ قرارات استراتيجية. أي طرف يستطيع أن يعرقل، بل أقول لك أن يهدم هذه الحكومة في حال انسحابه، خصوصا أن فيها أطراف عربية، القائمة المشتركة وحزب راعم بقيادة منصور عباس. طيب، يعني هذا يضعفها بشكل كبير. يعني نعم عبد الله، نفتالي بنت المرشح لرئاسة الحكومة الصهيونية يهدد كما تعلم بحرب على غزة ولبنان إن استدعت الحاجة بحسب تعبيره. السؤال هنا، كيف تقرأ هذا التصريح؟ وهل تتوقع مغامرة لبنت مثلا على غرار مغامرة نتنياهو الأخيرة؟ أخي، هذا سؤال جيد جدا. أنا أود التوضيح هنا أن هذا السؤال وجه له من الإعلامي الإسرائيلي عمي سجال في القناة 12، وفقط لإحراجه لا أكثر. السؤال جاء في سياق ما مدى فرصة صمودة لإتلاف الحكومي، وهل سيشكل الحزب الإسلامي أو الأحزاب العربية عائقا في ذلك؟ يعني لا يستطيع بنت أن يبدو منكسرا للقائمة العربية أو لغيرها، فهذه تصريحاته هي فقط للاستهلاك الإعلامي وللمزايدات السياسية لا أكثر. نعم. حتى أن عضو الكنيسة رام بن براك عبر عن هذه الحالة. الآن إلى السؤال الأخير عبد الله الحمارنة الصحفي الفلسطيني، يعني هناك تصريحات جديدة ليحيى السنوار قائد أو رئيس حركة حماس في غزة، يقول فيها بأن المقاومة لن تقبل بأقل من انفراجة كبيرة للأوضاع الإنسانية بغزة. السؤال هنا، هل تعتقد أن المجتمع الدولي والإقليمي مهيأ لقبول مطالب المقاومة؟ أعتقد أن الفترة القادمة ستشهد تحسناً في الأوضاع الإنسانية في غزة نظراً لما حققته الجولة من نتائج على الصعيد الدولي. الكثير من الأطراف الدولية تسعى لتثبيت التهدئة، وبالمقابل تحاول حركة حماس في قطاع غزة الاستفادة من هذه الفرصة لتخفيف العبء الإنساني عن المواطنين الذين يعني يتألمون من الحصار الذي أصبح يعني سنوات طويلة امتد على كاهلهم. نعم، المجتمع الدولي مهيئ الآن لقبول بعض المطالب، لكن ذلك لن يكون سهلا حتى على المقاومة في قطاع غزة. الصحفي الفلسطيني عبد الله الحمارنة كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا لك.